يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-20، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 34-23، ننتقل للسويس 34-23، العريش 32-24، طابة 34-25، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 37-26. أما في الأقصر 38-25، أسوان 38-25 أيضا، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 37-27، وأخيرا حلايب 33-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.